كان طبعا بناء الجسور الخارج عن الأسلوب التقليدي، حتى تبوأ منصب عمادة السلك الدبلوماسي بالمطلق، وليس العربي فقط وليس الإسلامي فقط، ولكن عمادة السلك الدبلوماسي في ألمانيا. وكان له في أيامه الأخيرة هناك علاقة أكثر من خاصة ومميزة مع المستشارة ميركل، كانت تستشير في كثير من الأمور الخاصة بالشرق الأوسط بصفة خاصة، وليس فقط بصفته كسفير للسعودية، كانت تستشير في أمور خاصة بالمنطقة والعالم الإسلامي والعالم العربي، وليس فقط في الشأن السعودي فقط. أول شيء بعد ما رجعت صرت على الملك فهد سلمان الله يحفظه، وصرت منه أنه أرتاح وأنهي حياتي العملية في الدولة بعد 47 سنة من خدمة الدولة، وصدر مشكور أنه وافق على ذلك. وحتى لا تخوني الذاكرة ضعت نقاط لكتاب ثاني على حتى إلى ألمانيا، ثم ألمانيا كما رأيت، والآن بصدد طباعته في 125 صفحة يروي قصة حياتي في ألمانيا. ألمانيا في حياتي لها دور كبير، حيث درست بها منذ كان عمري 16 سنة إلى أصبح عمري 27 سنة، ثم سألته بها كسفير من عام 1424 إلى 1439. إضافة ذلك بدأت أرجع حساباتي مع نفسي، لما الإنسان يقضي وقته ويصل وقته في خدمة المرفق وينسى أهله، فأنا الأوان أن أهدي أن أقضي ممكن مع زوجتي ورفيقة عمري مع أبنائي وأحفادي مع مقاربي وأصحابي حتى يكون هناك نوع من التواصل الاجتماعي معهم. ثالثا، أنا رئيس مجلس إدارة أحد الأكاديميات الموجودة في برلين في جدة، وأعمل الآن في نطاق معهم لإنشاء كلية طب جديدة في جدة. هذا بالضبط ما أقوم به حالياً.